بخطوات ثقيلة تقترب فرحة عيد الفطر هذا العام مكبلة بغلاء الأسعار، فطبق من حلوى العيد المكون من الكعك والبسكويت وغيرها زادت تكلفة شرائه لتصل إلى أكثر من 140 جنيها للكيلو جرام الواحد، أمر انعكس على الإقبال على شراء تلك السلعة التي تعد أحد أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في مصر. عادات يعني متوارثينها من الأجيال يعني، فلازم كل سنة لازم نجيب الكحك والبسكوت طبعا. لو مثلا هجيب كمية بيجيب كمية أقل بعد مثلا في عيد دوت عشان تكون مناسبة مع السعر، فمثلا هيضحي بكمية مثلا في مقيمة السعر مثلا. هو عادة فعلا بيبقى زحمة الأسبوع ده بالأخص الأيام دي والساعة دي برضو، بس يعني هو متأثر ارتفاع الأسعار أثر كتير صراحة. وشكل ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في تصنيعها وعلى رأسها الدقيق الحر الذي ارتفع سعره بنحو 20% ليتراوح بين 7 و9 آلاف جنيه للطن، ما شكل عبئا إضافيا على التجار مع تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكلفة الإنتاج. التضخم العالي وزيادة الأسعار في كل الجوانب الحياة مخلية الناس تعمل يعني نوع من المراجعة لعمليات الاستهلاك كلها، ويبقى فيه أولويات واضحة لمعدل الإنفاق، وهو ده اللي حاصل بقى في كل المنتجات المرتبطة بالعيد، سواء حلويات كحك وبيتيفور، سواء ملابس، سواء شوزات، سواء أدوات مدرسية، حتى كل ده بيبقى فيه حسن إدارة لكل المدخلات اللي موجودة. ووفقا لبيانات صادرة من الغرفة التجارية، كان استهلاك المصريين من كعك العيد يقترب من نحو 100,000 طن، ولكن شعبة الحلويات تتوقع تراجعا في المبيعات خلال العام الحالي قد يتخطى 30% مقارنة بالسنوات الماضية نتيجة ارتفاع الأسعار. تناول الكعك والبسكويت هو عادة مصرية تحمل نكهة عيد الفطر المبارك وتعكس الفرحة باستقباله، عادة قد يضطر البعض إلى التخلي عنها أو البحث عن بدائل لها في ظل الموجة الحالية من التضخم والتي تخطت 12% حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. مينا حبيب، قناة الغد، القاهرة.